هل اللعب او الجيمينج بشكل عام يعني ممكن يفيد مخنا اننا نتعلم احسن؟ السؤال ده غريب بس هتعرف اجابته ان شاء الله في الفيديو ده. ويمسيل فول ايفري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. عشان خاطر انا بدأت مؤخرا اخش في حتة الجيمينج دي تاني، من 10 سنين مبطل تقريبا، فبدأت ابحث اكتر عن الموضوع بشكل اكاديمي وحاول اشوف زوايا تانية لموضوع الجيمينج واللعب والكلام ده كله. والنهاردة هكلمكم عن دراسة غريبة جدا، من اغرب الدراسات اللي انا قريت عنها، اتعملت في 2014. تيم مكون من 7 علماء قرروا ان هم يعملوا تيست في حتة الجيمينج دي بالذات في الاكشن جيمينج، ويشوف لو الجيمينج ليه تأثير ايجابي على الشخصيات يعني. فجابوا مجموعة من الناس وقسموهم 2، مجموعة الف ابتدوا يدوهم التاسك بتاع انهم هيلعبوا لعبة اكشن جيمينج، شوتينج اكشن جيم زي كول اوف ديوتي وما الى اخره، لعبة ضرب نار بقى وتوتر وبتاع. مجموعة ب هتلعب لعبة مش اكشن شوتينج جيم خالص، حاجة زي سيمز مثلا، فيها كده هدوء وسكينة ودراما كده وحاجات ملزقة. حطوا لهم جدول يلعبوا فيه لمدة 9 اسابيع، هيلعبوا في 9 اسابيع دول 50 ساعة، وبعد كل سيشن هيلعبوا فيها هيعملوا لهم مجموعة معينة من التاستس والاكزامز عشان يبتدوا يقيسوا عليها حاجات، اختبارات يعني بيشوفوا ادراكهم، اختبارات خاصة بتركيزهم وبحالتهم النفسية. والمفاجأة كانت ان المجموعة الف اللي كانت بتلعب اكشن جيم مستواهم الادراكي كان اعلى بكتير قوي من المجموعة التانية، وقدروا يخلصوا التاسكس اللي كانت مطلوبة منهم في التاستس اللي كانت بتتقدم لهم او الامتحانات يعني، قدروا يخلصوها بشكل اسرع وادق واحسن من الجروب التاني اللي هو جروب به اللي كان بيلعب لعبة ما فيهاش اي نوع من انواع الاكشن. ده اثبت لهم ان الناس اللي بتلعب اكشن جيمز قادرة انها تتعلم اسرع وافضل من الناس التانية، وده بسبب ان لعب الاكشن يا جماعه بيعتمد اكتر على التركيز وبتدربك على سرعه اتخاذ القرار وسرعه التصرف، ملاحظه الفروق وملاحظه التفاصيل. ومن ضمن التجربه بتاعتهم لقوا ان افضل وقت للجيمرز بشكل عام ان هم يذاكروا او يحاولوا يتعلموا حاجه مجرد ما بيخلصوا جيمنج سيشن بتاعتهم على طول، يعني لما اخذت تسيب السماعه كده وتبتدي تذاكر، لان مخهم بيكون في اعلى درجه ممكنه من التركيز والاستعداديه. لقوا ان الاكشن جيمز بتساعدك في الحاجات دي، faster visual search rate، يعني عينك هتبتدي تلاحظ حاجات بشكل اسرع وتشوف تفاصيل اسرع وادق، reduction in the size of the attentional blink، يعني بربشة عينك بتكون اقل وده بيدل على التركيز او ده علامة من علامات التركيز يعني، better change detection، بتلاحظ اي اختلاف في التفاصيل بشكل افضل، an increase in the number of items that can be simultaneously tracked، يعني من الاخر كده انت في الطبيعي لو واحد واقف قدامك وقام حادث زلقك ب5 بليات، عينك مش هتقدر انها تعمل تراكن او تاخد بالها من الخمسة مع بعض، لا غالبا هيبقوا 3 او 2. فالجيمينج قادر ان هو يساعدك ان انت تزود العدد ده حيث انك تشوف ال5 بليات وهم محذوفين عليك. طبعا انا بتكلم على البلي كنوع من انواع المثال يعني عشان بس القلش وكده. الجيمينج كمان بيديك better mental rotation، يعني لو واقف وقدامك 2، واحد فيهم بيكلمك بالعربي والتاني بيكلمك بالانجلش، مخك مش هيقابل مشكلة ولا هيهنج في نقطة ان انت تقعد تتكلم مع ده عربي شوية وفي لحظة تقوم ناقل للشخص التاني بالانجلش. ده على سبيل المثال يعني. من ضمن برضو الحاجات اللي الجيمينج بيساعدك فيها بيديك better multitasking او multitasking، تقدر تنطقها بالطريقتين يعني، يعني انك تقدر تعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت بتركيز عالي. دول اكتر الحاجات اللي العلماء دول اكتشفوا ان الجيمينج بيساعد في زيادة فيها، وخاصة الاكشن جيمز. طب ما طالما الجيمينج حلو قوي كده ما نلعب طول حياتنا بقى. اتقل بس، مش بس اتقل بس. خدت بالك لما قلت لك ان هم خلوهم يلعبوا 50 ساعة في 9 اسابيع؟ يعني بمعدل 5.5 ساعات تقريبا في كل اسبوع، يعني ما تجيش تكون بتلعب حضرتك 20 ساعة في اليوم وتيجي تقول انا كده زي العسل. لا مش هنهزر حضرتك يعني. فاللي انا عايز اقوله من الفيديو ده، انا مش بقولك العب، ولكن انا هنا بتكلم الناس الجيمرز اصلا وبقول لهم انتوا عندكم فرصة عظيمة ان انتوا تتعلموا اي حاجة بشكل افضل واسرع بناء على الكلام اللي سمعناه من الدراسة دي. خاصة انك كمان لو بتحاول تتعلم لغة معينة لا تسيل انجلش وانت بتلعب، حاول الناس اللي انت بتلعب معهم دول يكونوا بيتكلموا انجلش، هتعمل براكتسنج معاهم في حاجة انت بتحبها ومش مملة، هتعلي من مستوى المحادثة عندك كتير. الجيمينج عامة فيه مميزات كتيرة جدا، ولقيت مقالات كتيرة عن موضوع ان الجيمينج ممكن يكون مفيد ليك بشكل عام يعني، عن حالتك النفسية والطاقات السلبية اللي بتخرج منك، وهو شيء يعني شيء مش ممل خالص، وبالعكس شيء مسلي جدا بالنسبة لك. فالجيمينج حلو قوي، ولكن الافراط في اي شيء بيقلب عكسه.
المثل المصري اللي بيقولك لما يزيد عن حده ينقلب ضده، ده ما جاش من فراغ يعني. حاول انك تمارس اي حاجه ترفيهيه بشكل معتدل بحيث ما ياثرش على حياتك ولا على نفسيتك ولا على حياه الاخرين. هتلاقي لينك الدراسه دي موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو ده لو حابب تعرف تفاصيل اكتر، وقول لي رايك في كومنت عن الموضوع ده، وقول لي رايك عامه عن الجيمنج بشكل عام. مستنيك يا بطل. Thank you very much for watching، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.